مشاريع إنشاءات جديدة يعلن عنها كل يوم في بلدان الخليج العربي، ويتوقع تقرير أعدته شركة فينتشرز مي أن تصل قيمة مشاريع الإنشاءات المستكملة في دول الخليج العربي إلى 81 مليار و600 مليون دولار خلال عام 2013، بزيادة نسبتها 19%. ولكن هذه المشاريع وخاصة الحكومية لا زالت تعاني من ضعف الرقابة على المقاولين والجهات المنفذة، مما دفع وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية إلى تنظيم ندوة مختبرات الجودة في المشروعات الإنشائية، وذلك بناء على توصية من الاجتماع الوزاري لوزراء البلديات بمجلس التعاون الخليجي. إن رؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية لمستقبل مختبرات الجودة تنطلق من كونها الضمانة الأكيدة بمشيئة الله لسلامة البناء وجودة المشروعات والبنى التحتية، وأن تكون هذه الجودة مراعية للمحيط البيئي والبصري، لتسهم بدورها المهم كرافد اقتصادي أساسي يتواءم مع برامج التنمية، وأن تتضافر جهود مختبرات الجودة مع المختبرات الحكومية والخاصة ومع المؤسسات الأكاديمية والبحثية لضمان أفضل النتائج في مجال المشروعات الإنشائية على تنوعها، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غير ذلك. وتطبق بلدان الخليج العربي عددا من البرامج الخاصة بفحص جودة المشاريع ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير التي وضعتها الجهات المعنية للمقاولين قبل التنفيذ. السعودية من جهتها طبقت برنامج التفتيش المفاجئ، والذي أنجز أكثر من 500,000 اختبار لعينات عشوائية من مواد البناء في المشاريع الإنشائية. ولكن هذه البرامج لا زالت تعاني من عدد من المشاكل، مثل قلة الكوادر التي تقوم بعمليات المراقبة والتفتيش، مما يهدد بضعف جودة المشاريع. تكون جهة على أغلب تكون حكومية أو شبه حكومية بمراقبة المصانع، مراقبة المواقع، ومراقبة التنفيذ، وبالتالي يكون هناك رقابة حيادية خارجية، وهي نفسها هذه الجهة تكون من مسؤولياتها أيضا تقويم الأشياء اللي تعملها المصانع والكذا ومدى صحتها. وإحنا عملنا هذا في مشروعات المشاعر المقدسة، واكتشفنا أنه في كثير من التلاعب بما يسمى بالمراقبة الذاتية اللي هي يقوم بها المقاول أو يقوم بها الاستشاري. وتسعى دول الخليج العربي إلى إعادة تهيئة المختبرات وآليات عملها، تمهيدا لوضع نظام مناسب يعزز قدرتها على ضبط الجودة في المشاريع الإنشائية. لم يعد الإنجاز في أن تقوم البلديات الخليجية في إقامة مشاريع جديدة، وإنما الإنجاز في أن تقوم هذه المشاريع بجودة عالية، مسألة يؤكد الكثيرون بأنها لا يمكن أن تتم إلا بمراقبة صارمة على المقاولين والمنجزين لهذه المشاريع. عطل الشمري، CNBC عربية، الرياض.